في كنائس إيطاليا القديمة صنعت أصوات المرنمين خطوط هارمونية متنوعة الطبقات، وكأنها نغمات لآلات موسيقية مختلفة، وسبب اللون ده من الموسيقى حالة من الدهشة خلات نقل من جنبات الكنائس للمسارح والحفلات. وعرف العالم الأكابيلا. وفي بلدنا ظهر موسيقيين مجددين طوروا الألحان واستعانوا بآلات موسيقية غير مألوفة، وتعاونوا مع شعراء أغاني عبقرة، وسابوا لنا مكتبة عامرة بالأغاني العظيمة اللي هتفضل تصنع البهجة في حياتنا. لكن دايما سقف التجريب في تاريخنا الغنائي كان محدود. وفي الخمسينات كان في مبدعين أدوا رسالتهم ورحلوا، وغيرهم عاش لكن اختفى عن الساحة الغنائية. يلي بقربك بتهنيني. ومبدعين آخرين استمر إبداعهم وساهم انتشار الراديو ورسوخ صناعة السينما في زيادة إنتاجهم الغنائي وتطوره. وعدها من ثاني الحب كان يا ما كان زي الهوى. ومن بين نجوم الخمسينات أضاء اسم محمد فوزي، جزء من سماء الفن المصري في المزيكا والسينما. هنا والصدفة حلو ما جيناش على باله. محمد فوزي ما درس في البداية، لكن لما قدم إلى القاهرة درس في معهد الموسيقى المسرحية في 1945 في القسم الليلي. لازم يبقى فيه صقل، يبتدي يبقى فيه دراسة وابتدي يطور هذه الموهبة، وده اللي قدر محمد فوزي يعمله جدا. يعني مقارنة بألحان البدايات مثلا فيلم كدب في كدب ليه لحن سعيدة يا جمر يا جمر يا جمر سعيدة يا جمر يا جمر يا جمر، لحن فكاهي ما بين محمد كامل وبين خادمة نوبية في سياق الفيلم. مقارنة 45 بمثلا شحات الغرام 54 في فرق كبير جدا خلال 9 سنين. الفرق ده جه نتيجة عمل ودراسة ومران مستمر وتدريب، هو بيدرب نفسه على كل لحن، بيقعد يشتغل عليه كتير. فوزي كان عنده القدرة انه يغامر، كان عنده القدرة انه يقدم افكار بره الصندوق زي ما بنسميها دلوقتي، وتنجح وتثبت وجوده كصانع سينما في المجال السينمائي وعند الجمهور كمان. سبعة وتلاتين هو عدد أفلام محمد فوزي في تاريخ السينما المصرية، والعدد 20 هو سنوات ظهور فوزي على الشاشة الفضية من سنة 1939 بالدور الصغير اللي أداه فيلم ليالي القاهرة، وانتهاءا بفيلمه الأخير ليلى بنت الشاطئ اللي قام ببطولته وأنتجه ولحن أغانيه في سنة 1959. ممكن نستعير اسم كتاب ليحيى حقي أنشودة البساطة. فوزي عنده أنشودة بساطة، عنده أنشودة بساطة لحنية، انه في اي لحظه انا بطلع لحن كده، متحسش باي افتعال ومتحسش بانه اللحن متعوب عليه برغم انه متعوب عليه، لان البساطه دي محتاجه دراسه كبيره بحيث انه اللحن يبقى جواه. كان بدري عليك عليك بدري، كان بدري عليك عليك بدري، تتجوز وتموتنا يا بدري. لازم ما يقدمش مزيكا طويله،
بيقدمش اغاني طويله، اغانيه دايما كانت بتتصنف انها خفيفه مقارنه بالحان زي الصنباطي ومحمد عبد الوهاب في الوقت ده، وحتى كمان محمد الموجي اللي كان لسه طالع وقتها، برضو اغاني محمد فوزي كانت بتصنف على انها اغاني خفيفه. المدركين لقيمه فوزي الحقيقيه وقيمه ما يقدمه هم اللي كانوا فاهمين كويس قوي ان هذا الرجل بيحط اسس جديده وطرق جديده داخل المزيكا. من خصائص الاغنيه السينمائيه عند محمد فوزي برضو انه التبسيط الايقاعي، ونحس عنده ان الايقاع بيتولد من اي حاجه. في فيلم المراه شيطان في مشهد هو محكوم عليه بالاعدام، فالاغنيه بتتولد من صفاره وخبط على ايده بيقول انا ماشي من بكره انا رايح لاخري. ده المصاحبه الموسيقيه كلها للاغنيه. فهو عنده القدرة على انه يوحي للمشاهد بانه انا هولد الايقاع من اي حاجة. انا رايح الاخرة. وكان دايما بيحاول ياخد الايقاع الدرامي اللي موجود ويوظف دي خدها. تمام؟ خدها من ايقاع الحوافر الحصنة. بس بنى عليها بنى موسيقي كامل، هارموني كامل. بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين. هل في بدايات عند محمد فوزي نقدر نلمح فيها لشغل أكابيلا؟ ممكن نلمح ده في يا نور جديد، يا نور سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد، في فيلم نهاية قصة 1951، إنه الكورال بيشتغل وفي معارضة ما إنها شغالة من غير موسيقى. بعدين هو قادر يطور ده في 1956. فوزي عنده ميزة مهمة جدا وهو قدرته على مواجهة النقد، ودي حاجة مهمة جدا عند أي فنان. في الوقت ده كان في ناس بتخاف جدا على مكانتها من الموسيقيين. الوحيد اللي كان عنده القدرة إنه يغامر ويقدم حاجة غير مألوفة هو محمد فوزي. فمحمد فوزي لو ما كانش عمل كلمني وطمني بطريقة الأكابيلا ما كانش حد في مصر هيعملها. محمد فوزي من طنطا، وطنطا عن الشيخ السيد البدوي. في طنطا في ذكر، وفي طنطا فضل نوع معين من الذكر مستمر اسمه الذكر الليثي، وسجل 1932 في مؤتمر القاهرة الأول، كان من أعمدته الشيخ أحمد البساتيني. الشيخ أحمد البساتيني كان منشد في جامع السيد البدوي. ذكر الليثي ده إزاي؟ إنه مثلا البطانة بتقول الله الله الله، بتعمل فرشة وبعدين المنشد يقول جعلني غرامي. ده مزاج شعبي ديني. محمد فوزي عشان يخرج المقابل المصري للأكابيلا اللي هو الإنشاد الديني، عمل الأكابيلا بالصيغة الدنيوية كما في الإطار الكلاسيكي الأوروبي. سنة 1956 أنتج محمد فوزي فيلم معجزة السماء، إخراج عاطف سالم، بطولة مديحة يسري، وطبعا محمد فوزي اللي كمان شارك في تأليف الفيلم مع السيناريست علي الزرقاني. فكرة زي فكرة فيلم معجزة السماء اللي موجود فيه الأغنية اللي هي كلمني. فكرة بمنتهى البساطة، شخص بيتجوز وبيفضل يندم طول فترة جوازه على هذا القرار، وبيشايف إن حياته بدون هذا الجواز كانت هتبقى أفضل على المستوى المهني، فبيحصل دروب بيخليه يعيش حياته على المستوى المهني زي ما كان هيعيشها، وبيشوف قد ايه كانت هتبقى هي سوداوية. يا ست وانا اتنفشت؟ بحسب، تعال هنا. افندم. وانت دلوقتي على قفصين فراغ. حاضر. اغنية كلمني طمني كلمات حسين السيد والحان محمد فوزي وتوزيع ميشيل يوسف. المقام كرد او كردي. محمد فوزي بيختزل جدا في التلوين بتاع المقام، مش عايز يطلع بره. وهو في الانتاج بتاع الاغنية، في تقديم الاغنية، كان ممكن مثلا يطلع الفرقة تغني سولفيش، تقول ريمي فا سولفا ريمي فا سولفا، اللي هو السولفيش بتاع الاغنية. بس هو ما عملش كده لان الاكابيلا مش كده، وكمان ما كانش هيبقى لها مبرر درامي انه دول ناس في الحفلة فمش هيعرفوا السولفيج، فهو خلاهم يقولوا بالأهات. عاوزين ايه؟ اغني لكم ايه؟ ايوه بس مفيش اوركسترا. فكسيكونس درامي، سيكونس درامي
اولا مكانه في الفيلم صح، مكانه وعلاقته بالمشهد اللي قبليه صح جدا، وعلاقته بالمشهد اللي بعديه اكبر صح. يعني المشهد اللي قبليه انه بيطلع على الباخره في هذه السفريه اللطيفه، في هذه النزهه اللطيفه، فما فيش مزيكا، وفي نفس الوقت هو بيشوف البنت اللي عجبته، فكمان هي ما اهتمتش بيه، ما ابدتش بيه اي نوع من انواع الاهتمام، وما تعرفوش، وده باين من الحوار. فبيحاول يلفت نظرها، فبيلفت نظرها بانه يستجيب لطلب الناس اللي طلبت منه انه يغني، فبيغني من غير مزيكا، بيستخدم الناس مفروض وفقا للدراما بيستخدم الناس على انهم آلات وعازفين، فده دراميا صح جدا. يمكن تكاد تكون اغنيه تكلمني طمني هي اكتر اغنيه دراميه مظبوطه في تاريخ السينما العربيه كلها. انتوا تعملوا كونترباسات، وانتم تعملوا كورس، وانتم تعملوا كمانجات، يلا استعدوا. هو جايب الباص، الصوت الرجالي هيعمل الكونترباس، وانتوا تعملوا كورس، الكورس مختلط ما بين الرجاله والنساء، وانتوا تعملوا كمانجات. فهو بيقدم القالب وبيشرحه بمذهب انه من الفن اظهار الفن، انا هقول لكم انا بعمل ايه، مش هخفي عليكم. الاغنيه اشهر من الفيلم، واشهر من الفيلم لانها معموله اكابيلا. محمد فوزي قدر يصوغ لحن برضو نحس انه بيجيب بعضه، ما هو انا لازم اتماشى مع المشهد، انا في مشهد وبغني براضي الناس وبراضي، عايز كمان ايه، بغازل اللي انا عايز احبها وانا مطرب مشهور، بغازلها بهذه الطريقه، بعمل لحن سهل وبسيط وبيجيب بعضه، ترارا بمهد بتاع التسليم في الاخر، يومي يا حبيبي، بعدين كلم، بمهد بالتسليمه دي هدخل منها ليه؟ حتى لما بيخرج بره وبيعمل تلوين، لانه برضو اللي مساله ان انا عايز اعمل طرب مكثف قوي، فعايز اعمل حته كده تشد ودن المستمع، فهو عايز يعمل التلميح السريع بتاع جنس راس النوى، فهو بيقول ايه، اكمني عايز يخرج منها. الفكره مش ان انت تلون بمقام، الفكره ان انت تعرف تخرج منه وترجع، وانا اللي ايدي سكتة اهي في النار، النار النار، بيرجع على طول بدون ما تلحظ انه خرج او دخل. لو انت مستمع مش متخصص مش مهم بالنسبه لك، انت اتسلطنت بالنص دقيقه بس سلطنه مكثفه جدا. الغريب في الفيلم ده تحديدا ان الفيلم ده كلمات الاغاني اللي فيه كلها كلمات حسين السيد، وكان نادر التعامل ما بين حسين السيد ومحمد فوزي. محمد فوزي كان له مؤلف ملاكي وهو عبد العزيز سلام، استخدامه لحسين السيد لان حسين السيد مجدد حتى في الكلام اكتر من عبد العزيز سلام، هو كان محتاج شخص يقدم له الكلام برضه بشكل جديد. كلمني طمني وارحمني يومي يا حبيبي، كلمني طمني وارحمني، التقطيع السريع ده اللي هو على الثلاث نبضات، بام 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 بام، وبعدين يوم يا حبيبي طال بعدك طال عهدك، من الحته دي انا بسلم كلمني مره واقول مخصمني ليه على طول، بسلم الطريقه دي بعرف اولد اللحن بسهوله جدا، بحيث انه ما يبقاش الجمله مختلفه، انا عامل جمله اطول بدل كلمني طمني وارحمني اللي هي تقطيعها اسرع، عاملها اطول في المذهب عشان اعرف اسلم للغصن او الكوبلي. كلمني طمني وارحمني يومي يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كاوي نار نار يا حبيبي. كلمني طمني وارحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كاوي بعت لك 100 مرسال،
وتريني مانيش عالبال وتريني عشقت جمالك جمال من الروح. في أسطورة شعبية كده يعني انتشرت، انا شخصيا ما تتبعتش وراها وما اعرفش مين اللي انتشرها اللي خلاها تنتشر، يعني اللي هو ما لقاش الفرقه واتخانق معاها فراح عامل الاكابيلا. طبعا ده كلام عجيب لانه الاكابيلا موضوعه في الفيلم وموضوعه بحيث انها تفسر نفسها في الفيلم. اي حد عدى على حصه مزيكا في يوم من الايام هيبقى فاهم كويس جدا انك عشان تعمل مزيكا اغنيه على ايقاع الاكابيلا انت محتاج بروفات كتيره جدا، بس علشان تظبط الهارموني ما بين الاصوات البشريه اللي هتطلع تقول دي حتى لو كانوا كورس محترف، فما بالك انك هتدخلهم يشتغلوا مكان الات. فدي اغنيه ما ينفعش تحت اي ظرف من الظروف تتعمل لانه اختلف مع المزيكاتيه على الاجر او لان المزيكاتيه اتاخروا في الطريق. في سياق الفيلم في دور مهم للموزع الموسيقي ميشيل يوسف لانه هو اللي وزع الاصوات بتاعت الاكابيلا. الاغنيه نفسها كلحن، لحن بتاعه موجود نوتة، كل واحد عارف هو بيقول ايه وبيخش امتى وبيخرج امتى والمدة الزمنية بتاعت كل نغمة قد ايه. دي حاجة ما ينفعش تحصل بشكل ارتجالي على الاطلاق، دي حاجة تقعد عليها وترتب لها وتخطط لها ما بين ملحن فاهم هو بيعمل ايه وموزع فاهم كويس قوي الرؤية اللي الملحن عايزها. نار النار ده القلب اللي انت ناسي. في فيلم معجزة السماء غامر محمد فوزي كمنتج وموسيقار ومطرب، مش بس في أكابيلا كلمني طمني، لكنه كمان غنى لأطفال زمنه ذهب الليل وطلع الفجر عشان نغنيها بعدهم لما اتولدنا ويرقص عليها بعدها ولادنا زي ما حيتنطط ويزقطط عليها أحفادنا وأحفاد أحفادنا. سو سو هي دي الدهشة، وصناعة الدهشة بتحتاج لجرأة، والذكاء هو مصدر وقود طاقة الموهبة، والجرأة مع الذكاء والدهشة مجتمعين عبدوا الطريق اللي مشي عليه محمد فوزي من شارع الشيخ صباح بقرية أبو جندي مديرية الغربية لحد أعلى درجة في سلم المجد مع النجوم. لو هنجرد فوزي ونتعامل معه على انه منتج وممثل وملحن هنشوفه نوت وسكريبتات ومشاهد، فهو ممثل عنده قبول عالي جدا 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 ومنتج جريء جدا وفاهم سينما جدا وموسيقار لا يشق له غبار. موسيقار من اهم المزيكاتية اللي عدوا في تاريخ الموسيقى العربية من نشأتها الى نهايتها. وتروح أيام وتيجي وراها أيام لحد ما شمس التسعينات نورت وشكل المزيكا اتغير مع حاجات كتير اكتسبت أشكال مختلفة عن ما كانت عليه في زمن غيرنا، وأكابيلا محمد فوزي فضلت رقم واحد في خانة الأكابيلا بكتاب التاريخ الغنائي العربي لغاية لما لمع اسم الموسيقي المصري أشرف محروس. أشرف محروس موزع موسيقي ثري التجربة، مش متورط في فكرة الاستهلاكية أو التجارية للأسف الشديد سيطرت على موزعين كتير كبار في الفترة دي. جرأة انه يعمل اكابيلا هي دي اللي لازم نتوقف عندها، مش موزعين كتير قوي يبقى عندهم الجرأة ان هم يقدموا اللون الموسيقي ده ويقنعوا مطربين في الحقبة دي تحديدا ان هم يقدموا اغاني بتنتمي لموسيقى الاكابيلا.
في عالم صناعة الكاسيت في التسعينات كان الألبوم الغنائي هو مصدر الدخل الأساسي للمنتجين بعد تدهور صناعة السينما وعشوائية تنظيم الحفلات الغنائية، وأصبح قرار الإنتاج الغنائي متحكم فيه عوامل أغلبها تجاري. وعلى الرغم من صعوبة أجواء التسعينات ظهرت أغاني جميلة صنعها جيل موهوب من شعراء الأغنية والملحنين والموزعين الموسيقيين والمطربين. ومن بين المبدعين قدر الموسيقار أشرف محروس إنه يصنع لنفسه مكانة متميزة في التوزيع الموسيقي بألوان مختلفة غربي وشرقي. في التسعينات ابتدت الفكرة تجيني إني عايز أعمل أغنية معتمدة على الأصوات البشرية، وهو كان حلم بالنسبة لي وحلم برضو بالنسبة لذكرى الله يرحمها، لغاية لما جي لحن من الأستاذ إبراهيم نصير متغني على عود وعلى طول بادي مش فاضلك غير دقيقة توصلك بالكلام على طول فيها الحقيقة، فأنا حسيت إن اللحن مش فاضلك الإحساس بالإيقاع ده اسمه في المزيكا يعني تريولي دي يعني تريولي يعني إحساسه في مرجحة الجاز شوية. فبما إنه ينفع للجاز وانا برضو كنت اصلا يعني جازست يعني بحب الجاز وبعرف بفورم مع ناس كتيرة جدا، فلقيتها فرصة انه ينفع اللحن ده يستغل في اني اعمل فكرة الاكابيلا بقى يعني الكاملة، بدل ما استعمل الات موسيقية في توزيعه استعمل الات بشرية في توزيعه. من تونس لمصر عبر ليبيا وسوريا وصلت المطربة ذكرى، وانطلق صوتها لكل شبر على خريطة الوطن العربي. وسنة 1997 قدمت ألبومها الغنائي الأسامي. إنك تجيب ذكرى وهي نجمة محققة ومكسرة الدنيا ومحققة نجاحات كبيرة في لون غنائي طربي وكانت متربعة على عرش المنطقة دي في الفترة دي، فتقنعها انها تعمل اكابيلا وتوافق وتخوض التجربة، دي حاجة صعبة. الاكابيلا اللي اتعملت في الاغنية بتاعت ذكرى كانت مقسمة لكذا جزء، الحقيقة جزء ايقاعي، الايقاع حتى الايقاع اللي معمول فيها معمول بالبق، يعني انا قعدت اقول تم تتك تتم بقوله ببق زي ما انا بقوله كده لما بيبقى في آلة بيركاشن زي التومبا ولا حاجة، فانا بقى تب تأودو تأودو يعني بقيت أعزف ببقي الآلة. مثلا بقيت الدرامز الهاي هات اللي هي برضو بقيت كل حاجة بقولها لوحدها وبتتسجل على تراك لوحدها. البيس جبنا الأستاذ أحمد الحجار رحمة الله عليه بقى عشان هو كان صوته معروف بيسي قوي، وخدت منه سامبلز، خدت منه عينات من صوته يعني في الرينج بتاع البيس تحت أصوات خدت منه كذا نوتة، وبتكنولوجي معين قدرت أن أنا أعزف بصوت أحمد الحجار على الكيبورد، فلعبت خط البيس بصوت بشري، فكده بقى الإيقاع والبيس بأصوات بشرية. دكتور أشرف محروس كلمني قال لي أنا في فكرة عايز أنفذها ومحتاج مغنيين يكونوا مغنيين غربي، رحت له الاستوديو وسمعني الأغنية وسمعني الأفكار اللي هو كان عايز يطبقها في الأغنية دي، ودي كانت أفكار غير تقليدية بالمرة. أشرف محروس كان موضب لاينز يعني هنغني اللاين ده، فكنا بنتمرن عليه وبعدين ياخد لاين تاني كان بيوزع يعني. بحكم ان انا يعني بغني غربي بقالي سنين وبسمع فرق غربي طبعا زي البي جيز والابا ومغنيين غربي زي الجرو
وفرق بتعمل باكينج فوكالز بس زي تيك سيكس. لما لقيت ان في عندنا موزع مصري هيعمل نفس الفكرة انا اتشددت جدا للموضوع ده، وبقيت فعلا متحمس قوي ان احنا نخش ننفذها، وبقيت عايز اسمع احنا هنعمل الموضوع ده ازاي. نيجي نخش على الجزء اللي سجله بقى معايا الاستاذ علاء فراج والاستاذ فينو. ده بقى جزء معقد شويه، بيتقسم يعني في جزء بنقول عليه سكوندو، خط تاني يعني، وفي خط اولاني اللي هو البريمو. الخط التاني دوت بيبقاش خط واحد، ده بيبقى فوق 9 خطوط، كل خط بيتسجل على 6 تراك في 9، فتلاقي انه كم من التسجيل كان قعدنا 45 ساعة بنسجل السكوندو ده. الأغنية كلها معتمدة على الكورال، يعني هنفترض لو في مثلا آلة بيانو أو جيتار، الكورال بيعزف بصوته الآلات دي. كان كله بعرف بحروف معينة، يعني باب دي بدا دا باب بيرا روا باب حاجات كده بقى. هي مش كلام، هو حروف بس. كنا بنشتغل في الشغل بتاعنا الديلي، كنا بنخلص شغل ونيجي هنا بالليل نقعد نسجل لغاية الصبح. بعد شغل طبعا بالليل بيبقى الواحد جاي بقى صوته كمان، مش عايز اقول ان هو سخن، ولكن بيبقى الواحد متحمس ان هو يكمل الحالة او المود اللي هو كان فيه، ان هو ينفذ ده بقى فعلا في التسجيل. وجود مستر بينو معايا في التسجيل، لان احنا برضو انا ومستر بينو اشتغلنا مع بعض كتير جدا وعارفين بعض كويس قوي، وصوتنا لايق مع بعض. يعني حكاية ان الصوت يليق مع حد تاني دي مش سهلة في الغربي بالذات. الاستاذ علاء والاستاذ بينو طبعا دول عشرة عمري، نشتغل مع بعض في فرق غربي فيعرفوا يعني ايه فوكلز، يعني ايه يقول يبقى مصاحب للغنى، يعرف يقول الخط الاولاني اللي هو بنوت معينه، بعدين اديله الخط الثاني بنوت ثانيه خالص، ويقوله من غير ما يضايقوا الاولاني. يعني عاده اللي بيقولوا كورال لما بيجي يغنوا بالطريقه دي بالتكنيك ده، الخط اللي متسجل الاول بيخطف ودنهم، تلاقيه غصب عنه رايح له. وطبعا انا كنت عارف انه سواء بينو او علاء فراج الاثنين شطار جدا في الحكايه دي. زمن رحلة ذكرى مع عالم الأغنية كان أقل من 10 سنين، لكنها كانت رحلة مميزة، وتفاصيلها هتتحكي بصوتها يمكن لمئات السنين. ذكرى يعني دي مطربة بإمكانيات، يعني ما فيش مطربة، أنا ما احتكتش بمطربة بهذه القوة. يعني هي الوحيدة اللي عندها الإمكانية أنها تغني وسط أصوات بشرية كده وما تتلخبطش، دي حاجة صعبة جدا، عايز حد بجد سامع كتير وبيحب اللي هو بيعمله. يعني خامة صوت ذكرى لن تتكرر، وفعلا بتفكرني بالمغنية الأمريكية ويتني هيوستن، قريبة جدا في نبرة صوتها وحتى في طريقة إلقائها وفي اللي بنسميها العرب اللي بتعملها بصوتها. بحس ان هي فعلا غربي وشرقي الاثنين بنفس الجودة بنفس الاحترافية. احساس صوت نبرة كانت فظيعة. مغنية مش فضل غير دقيقة توصلك فيها الحقيقة اللي خلتني اسيبك وابقى من ذنبك بريئة. توزيع دسم قوي، يعني حاجة جبارة، جبار يعني. لما سمعت بقى النتيجة في الآخر قلت له أنا مش مصدق اللي أنا سامعه،
انا سامع كان فعلا في الات بتعزف بس بصوتنا انا ومستر بينو. احنا بنتكلم هنا عن فنان ما اقدرش احصره انه عمل تجربتين او ثلاثه في موسيقى الاكابيلا بس، وان كانت التجارب دي في العصر الحديث هي الاستكمال او نقدر نقول المشروع الموازي للمشروع اللي قدمه محمد فوزي في سنوات سابقه لموسيقى الاكابيلا. اكابيلا مش فاضلك لاشرف محروس بالتاكيد مش اشهر اغانيه، لكنه بيعتبرها جزء من روحه ونغمتها عايشة دايماً في باله وبيستدعيها طول الوقت، ومعاها صورة مطربتها ذكرى وأوقاته الجميلة مع أصحابه فارس بينو وعلاء فراج.